بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كواكيل بقول لحدني أفراد كمذا من صحيح مسلم رحمه الله تعالى كتاب الحج بين كسو جري، باب استحباب دخول مكة من الثانية العليا والخروج منها من الثانية السفلى ودخول بلده من طريق غير التي خرج منها. حبابي هاي استحباب دخول مكة من الثانية العليا لتشعلي هاي أما لتشعلي شرعا إن مكة لقالوا كارين تكوري أما تشير تكوري الثانية العليا مركا لقى الصباح هاينا والخروج منها من الثانية السفلى جدك هوسا لقى الصباح ودخول بلدي بلدك قصو صفرتي قيدي سيبه وبابي هاي إن لسنيه من طريق غير التي خرج منها بلدك قد سافرتينا وددي قد سافرت ودان هاي ما قد صور لعبان يسيت صور نقونيس إن قد قصو قش بلدك هذه ما كان ودد كجلي ما قد كبح يسنا ودك لا تكبحي بلدك قد سافرتي وحاسونا وددي قد سافرت من ودك هلي إن قد صور قد ندي صور قشو. حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير محمد حدثنا أبي أبين وعبد الله حدثنا عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهما كان يخرج كي كبحة من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس. كان صلى الله عليه وسلم يخرج نبوح كبح جرى مركم مدينة كالصفرة أيوه من طريق الشجرة قيد كالشجرة وقيد قرعة أما يدنك وحاو تقانان قلول قيدو أك وضوء كيا لوي وذا الحليفة وذا الحليفة مرتة طريق الشجرة الليل هذا. كان صلى الله عليه وسلم يخرج من المدينة مدينة مكو كبح نبوح كبح جرى من طريق الشجرة جيت كوددي سام جيدا وددي هذا ويدخل مدينة سوق اللي جري مركم ككسر لابتو من طريق المعرس وضد معرس اللي جاه هذا هدوسون نقول أيانا وما ككسر لابن يوم مدينة سوق اللي جينا طريق المعرس بكسر قال جري مدينة هدوم مدينة كسفر أيانا طريق الشجر اللي جاه هذا كبح جري وكسفر جري. وإذا دخل مكة وإذا أراد دخول مكة نبي مركو دون مكة إنه قالنا دخل من الثانية العليا كرنت كوري أيو كجري جري أما جيرت كوري التي بالبطحاء وديقن محصب لي أما بطحاء ومكة قوة كؤادن جيرتي سي وددي سوي الحجون هذا والا إذا هذا وذكرنا إيسان طريق الحجون ويخرج وحكبح جري مكة مركم من آذة هاي أما وكن قرها يبدل كيسي يمدينو من الثانية السفلى وضده سأما جيرته سي قوة ولي هاي أيو كبح جري محل شايتنا وحاوي وضد كسوق شمويين وضد كلي إن أتكبح هذا. وحدثنيه الزوي بن حرب قال حدثنا محمد مثنى عفوا ومحمد مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله ابن حفص بن عاصم بن عمر العمري بهذا الإسناد عبيد الله عن نافع بن عمر بدويها سند وقال في رواية الزهير رواية الزهير وحيلي العليا من الثانية العليا شيرت كورو كسو كرنت كورو كسو قري جري التي تصو بالبطحاء ماشي لي هذا قطها البطحاء بطحاء وما كمل نيس يدح لها يده وبيقو كداع جري ويقعد واسك بابا أيه وما كوادي مكة. وحدثنا محمد المثنى وابن أبي عمر العدني جميعا عن ابن عيينة سفيان قال ابن المثنى سوي حول حدثنا سفيانو موسى أرني عن ابن عيينة إيه ما قعد وذات كوشيغي عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء إلى مكة نبي مركم مكيم دخلها مكة وحكقل من على حق هذا الصري يضع كله سيسو دنك كروك قيم دنك بيه أدادان أدي حانا مركة دنبو كبحي إلا أن مركم ماشو ميل قوتاي مقالدو ميل بورا كتالو دنك بيه أسعدان بيه أقول قلان بردنك هوسا دنك كوري كيما دان اي حق قوي يقر هذا جرتي دنبعيادنا ودنك ساري. دخلها من علاها حق كروك سوغالي وخرج وحونا كبحي من اسفل حق يدو هوسي
حدثنا أبو كريب محمد ابن العلاء القشيري بوجيدا حدثنا أبو أسامة حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح سنة كفرشادة ينوغ مكجلي من كدائم بوكجلي جيرت الليل هذا من أعلى مكة كتالة من أعلى مكة كجلي يعني كداء يوحين قال دونا كدا لبضا بوين قال دونا ما كدن كهو سنة جيرت كتالة كدا الليل هذا أما كدا مد كورونا والله مدى مد بيل هذا كداء أيال آخرية إذن سنة كي ونبي فرتي سيدي ذات هي سنة كي حج كبا إيه طبنات لبضو بحق الصري أي نبي مكا كسو قال مركو بحيانا حقه سوكا بحجيت كوسي دخل عام الفتح سنة كي فرشان نبي مكا وحقق قالي من كداء شيرت اللي راده ومن أعلى مك من أعلى مكة مكا كركي هذا كتا الله ما حق يذكر وكا قالي كدا مركوا الثانية العليا هذا إن سومرينا وكتا الله أعلى مكة كتا الله هدي كذا اللي يرادون مركا لمدينة وأسفل كمده هو سيسوي قال هشام وحجري فكان أبي عروة مزور وحوها يدخل مكة يدخل مكة كيقلة منهما أي من الثنيتين لبضة شيروت بأما لبضة كرنقابة تكورية تسربة توصية تسربة كليهما ودجير كدوا كقلي جري لبضة وكقلي جري نبي يقول لكن تكورنا وكسو قلي جري تهوصنا وكبح جري لكن أبهي عروة وحادي عجري تقول لبضو وينو كسو قالو تهوصنا وكسو قالو مكو تكسرنا وكسو قالو وكان أبي أبهي وحوها بود أكثر ما يدخل من كدائن ساسا إنو ديغان عند البخارينا وحاكو يميد وكان أبي أكثر ما يدخل من كدن من كدن أو أن لمدين أن لمدين طيب لابد وكسو قلي شري وحانا أبض نايد وكسو قلو من كدائن أو سيدة في عنايد هذه النبي ويري شري إلا نبي شير تكوري أما قو قدن كيسا كوري وكسو قلي شري تاسوري مركا إنو أبيه لابد وكسو شري أيا رواية البخاري وحاكوت وكانت أقربهما إلى منزله أقربهما إلى منزله هذه اللي عروم حنا بيقول خلافة يو ماشوا هوسين بيقول كبح الشري محو قصو قلي حوله هشام أباه جورجي سود ويد جورجي عروة يحكي اللي شيرتن هوسين جابن أكتيس حكي اللي مركو حوش على إنه قصو قلو كدمنا جورجي سو كنا استكوا قبيس تكدمنا ومركز أعماشي سكالي أوسيب بالله مرك جريتانك وقصو قلي كذا أما كذا وقصو قلي وتيل لقى بحهاية عذر درب ولا هاي وحوي جوري ساسا رأو ساسو سمين شري على يتحال نينك النبي وقضينا عليه الصلاة والسلام لبضه وضب هذا ولا يقان ما عيوه ذبا كقرا إلى أمن كان طيب مرك وقصو قلي كرتا أظن النبي وقضينا عليه الصلاة والسلام ساسا أجر كجه ليس أضي تاكوس رجلي ويدو بنك مرك كوس سهلا أما حقه هو سا أما حق السراء واحد بن بلها محال لو سميه النبي سيدا أوي يلي وتصرنا وقصوا قتوسنا وقبحي معاني بدن يا قوال بدن بلال الشيعة وحاكم مدة نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام مركو مكسو قلي حجينا يي أما بيتك وديسها يي تير تكرنا وقصوا قلي تهوسنا وقبحي مركو بحاي معناها والله الشيعة وحاكم الله الشيعة تعظيم باكوتشرة تعظيم باكوتشرو يعني إن دين تنظر الرئيس بيت كله هاللوينيو كورن الله قاضو يا ماشى سر لقصو كوريا ماشى حسين لقب حايا ومعنى ذو حاوي نك الدين كسوق لهينا واسر ريا ككب حايانا هي وحسين ياوي مركز سوق ليدا أيا كقيمة بنسيده وكب حد مكان الله سوق لين لقب حتى قيمة بض إن الله سوق لا قيمة بض إذن سوق ليدا الله سر رئيسين يايو قعنت سر لسينا يا بحيتان كنا وهوس بالورد جايا معاني بدن بودون شجعان لكن نبي قم باي لي معناه هو يسقى قرنية لكن فتح مكة أيده إن اللي علو راية الإسلام أي تهاي معنا ظاهر أول معنا ظاهر أول اللي حلي جهاد يهل جنبه أها
وحاكل أمرك كتيرة هدي وداد أوسم يسخلاف سن بقن كن نبيه عذر دارنا أولياء هاي إن جونهان الله حسوس ده هشام بوحصي عذر دارك أبي عروة مركو كسو قال من كدن ومشه سأهيدا باب استحباب المبيت بذي طوان طوان يا طوان ومثلث طابع الليل هذا ضاع ذا وذكر بكرتان وذهصد كرتان ولجودي كرا الله بذوبا مش هذا طوان أذو تقى الليل هذا زاهر بهذا اللي يقنا ما يعوى لجبة اللي طوان يا طوان يا طوان من دم أركيسيدة منطقة الزاهر بالليل هذا ما عازك الزاهر بكو قرآن استحباب المبيت إلا بريئنا السنة هاي ولا تشعلي شرعا بذي طوا ماشى الليل هذا مركز مدينة كتمات أميرك لو أتكسو سفرته مكان عبد عمري حج أسو جليسو دليت كم مكان ذهبين كابر يده وماشى طوا الليل آت جوكته أتكو قبيسته ورقعتين كي كنتو كت هولا هذه كدبنا أدو دادن أدم كسو قشو أيه وناك سن سنة بقول يا ليبا عند إرادة الدخول مكة مركز الدنيا مكان لا سو قالوا يولي اغتسال إن لو قبيستاني سنتي لدخول دخول مكة مكة هذا عمل أقليسه عمره أي حجة أدو قبيسان أو ميضي أو نظيفة إن أدقشا سنة ودخولها دخول مكة نهار نواسنة هبيني يدرار كيل لقلي إن ما لنم الله صوق له وناكسن هبينك إن الله قبحه ساس النبي قيجر عليه الصلاة والسلام مكة مال بسوق لجر هبيننا وكبح جري هل مربو هوشاسي نبيك خلافي لبيان الجواز أو واجي ونبيك صو عمره من الجعرانة جعرانة من مكسو عمره يستي هبيني مصوق علي هبيني مانا وكبح وإن يبنان طيب مدة تسهي إن هبيني ما لقيلي كرو هبيني اللي قبح كرو أضوع عمل أيمد لكن هديسا هدي أي أهوش أي تايسون هذا سيدة ده اللهم مرو ومحابنا أن ليستو سينين وحافظ بضان ضرار بتسوق علي هبيني نوات كبحي إبراهيم النخع وحور كانوا يستحبون أن يدخلوا مكة نهارا ويخرجوا منها ليلة سعيد منصور باوري سعيد منصور باوري بسرد جيد وحور صحابته يا أصحاب عبد الله مسعود وحي جعلان شيرين إن مكة أي درار نبق قلان هبين من أي كبحان هذا السفرة هيا عطانا براح سوو حويري نوال بسود دونو ييلي نينك هبين كبحي نينك هبين قلي نينك درار قلي نينك درار كبحي واسكو مت لكن وحاك لدو ننك إمامك أما علماء اللي قد ديانيو عامدي برشدو أي دورانيسو وحاسونا إنو درار نمسو قلو كان نبي عليه الصلاة والسلام هبين من وكب حسون سيدا سومري أدوه مسألة اسكو خلاف سنية هاي الأفضل مران ملها إن درارت التهي سيدا نبي قبي يلي لكن لابدوا بنايه حدثني زوج بن حرب وعبيد الله بن سعيد اللي يشكري قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله العمر أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات نبي وحبري بذي طوى ميش الليلاده ووادي تقوي وينكوية الأركاس هذا هو مقال لدقين يهو بذي طوى بذي طوى بذي طوى طوى نوال أخرين كرتا طوى يطوى يطوى بواسكم إن هذا لقوده يلو كربان اللوب بدن يهي حتى أصبح إلى وابريست إلى وابريست النبي قم ميش بريو تشوغي ثم دخل مكة مكو قال يمكو واقو بريي قال وحور النافع وكان عبد الله بن عمر وحوا يفعل ذلك سيداس ويالجري عبد الله بن عمرنا سيد النبي يلو يالجري مركو صو عمر يستو أما أسو حجيو مكاد دوليد كيدا أيوها بينك بريي جري واقو مركو بريو سادو أوتكدو أوقب يستو يوحل برقنا مكاسو قري جري وفي رواية ابن سعيد رواية عبيد الله بن سعيد وحاكو يمد حتى صلى الصبح نبي طوان ببريي إلى صلاة الصبح تكذي قال يحيى سو حوري يحيى سعيد القطان أو أما قال وحوري حين حتى أصبح حتى صلى الصبح إيه حتى أصبح وأسكن معنه نبي بريي إلى وبريستي ومشى كنت كذي وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد ابن زيد حدثنا أيوب السختياني عن نافع أيوب متابعين وذاتك عبيد الله أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان وحوها لا يقدم كانجل مكة مكة أنجل إلا بات
بذي طوان ماشى سوبري تشري ما كبها ضوق قالوا ماشى سوبري تشري انتو سمك قلن كور يعني مكو مكرب انو قلال لوجه ذا حتى يصبح الى واقو بريو ويغتسل امي له ثم انت اكدب يدخل مكة مكو قلن تشري نهارا ضرار نمو ايو قلن تشري ويذكر عن النبي انه فعله حين النبي كتب انشري ابن عمر انه فعل سيدا النبي انو يالي او مكمركو قلن نبي انتو سنقل هبينك او بري طوان ماشا الليده هذا واغو او بري كتو كدي ميضي كدبنا اصغو نظيفة وعرفي النبي ومركا التقاي ان واحد دالنا هدي وادولادك وكنا نصح علي بعد ماشي بريده وان نصطي سعودير ماذا نقلين واغو مكو برينا واد قبيستي اذن ادو دادن ايال مركا التقاي ساو فهمي سيصد عمل كسيف عن او قدت حالا ديدي هاي ادو دالنا عمل كبلو اولي اللو مريك ادمي اللهم بارك دمه والهوتيل كان ادني ان بوبسين عمره لما اوغلو هوشا دمهيسو ادو فيعن عمر قانسن او كو هليله يا عملك سو غلمكو ادو ايغا تور اه لما اوغلو معناه سو النبي ديدني عليه الصلاه والسلام وسيدا دكو دحد ددك سفر كي عمره استام حجيه كو قمام هيا اي هوتيلودي ميري دغنايين عملكنا مقلوبيني اي بوبسيني وحدثنا محمد إسحاق المسيب المدني حدثني أنس يعني بن عياض الليثي عن موسى بن عقبة الأسدي أثبت الناس في المغازي بالليل هذا أصحوا المغازي وصير وكتاب كيسة عن نافع أن عبد الله بن عمر حدثه وحقوشي كتاب بولي سيرون مغازي دا سيدي بن إسحاق وكتاب كيسة كفيعة حق شمول كأي مسألة إن لقاها اللانا بن إسحاق بقفة فاسا لكن حق سكناشا أصحق وقف يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وحان نبي ينزل كي دقو كفر تبذي طوان بكفر انشري وبري شري ويبيت به وانا بري شري حتى يصلي الصبح إلى صلاة الصبح تكدو حين يقدم مكة أي حين يريد أن يقدم مكة مركو نبي ربين مكة قالوا انتو سجلين كهر هبين طوان بكو بري شري وكتكن شري وقبي سنجل للحرام والحج والعمرة ومصلى رسول الله ذلك على أكمة غليظة من عمر وحور وأنه كوش صلاة الصبح النبي قد يطوان وكتو كذي برت وكتو كذي بتلمامي وكوش يقيا وحور النبي قد وحور كدقى وكفرتي ذي طوان كد ابن وابري صلاة الصبح وكتو كذي وكوقى بيستي ومصلى رسول الله رسول كذي أما كانوا تكت كسميش وكتو كذينا وذلك كاس مالك كنت كذي طوانا على أكامة كنبور بكي على غليظة قلب سنو أدك تاك أكامضو واتاك أمض العدة أيالي هذا كنبور نوالي هذا مركز برمرعود كي يركا مركو بعادي وحاليا برمرعود ليلا لكن مركو دولك دولا دقي هاي أدوا هارير ويفقير تاكا دوشيب النبي كنت كذي على أكامة دل عدم تاك أما بور غليظة ككانو دغ ادق له ليس في المسجد الذي بني ثم ليس مصلينا محمد ما انكم تجرو في المسجد الذي بني ثم اي ثم هناك مسجد كميشا لغا ديساي ايدي طوان لغا ديساي غوبتو نبي كنت كدي ما هو نعمر كله نبي ميشو كنت كدي غوني وي او وابورتا كوسن ايدي طوان كنت هلك نبي كنت كدي مسجد كنا ميل كلا لغا ديساي ولكن اسلا قوبتا طيب ليس في المسجد الذي بني ثم اي هناك اي هنالك مساجد كما شاء الله قد يسيكم جرو مكان كون النبي كنت كذا ولكن مصلي النبي محمد اسفل من ذلك ما شاء ملك السكوي الله على اكمه بور دشيد اما تاك اما ضلعت دشيد اما كذن بور غليظه ككن اما قلب سنو ادق ودغحله الا دوكا كلا جلسني إذن ابن عمر وحو آدو في رين شري أو أدب قري شري سانتا النبي عليه الصلاة والسلام عقتا ميشو ودقوين ودقوين جعلان شري إلى بعض السلف أي سوق قريا بسند جيد إنو مركا قاركو رتك أساري يا أوتو أما فرسك أما الضميرك قايدك أوتو أو لجانك يحارك يهوغان كل فن شري سو تطيب أسعوده أو أوسن أدع فين سانتي قوبك سو قوبك هاشا أنه محمد شكو جتاك وحو الربا قايد كيسو إنو سانتا دقو ما يشو النبي محمد هشيس أما فرس كيس أما بغش سيد بيس
هاد بهوش أود ذلك جري. حدثنا محمد إسحاق المسيبي حدثني أنس يعني ابن عياض رضي سومريني عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره وحوشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضن الربا قبت مكوشي النبي محمد ماشي كنت كذي صبح ذاسي سيدا إذ مكو تلمامه يوحو الربا دان أنه تلمامه مسايد من الله لقد يسمونه سن شغل كلها هين إيه النبي ومركو قبل ذا قابل كعبد أتوكان هاي قوي كسو آدنا نوعي أهاين إيه ماشي قوي كقادة هذا دل ولودات كمركو تكون هداي جيت كوين من بيدحب وكم مرين مسمدك بوكم مرين مسواسكو قماتي معضي أدو ني أوربان تاي ولادو حقا تكادات كليدا ابن عمر وحور رباين يشيغو حتى النبي قبل القاب وقابل عليه الصلاه والسلام مركو مالك تكني عائشه انه سو شكتو كوت النبي محمد ما عمره يسنن ابن عمر لا سعنين سو علمين صومال طيب وحوش ان الرسول صلى الله عليه وسلم استقبل انه قابله كسي جيتسدي اي حين صلى بيدي طوا ويهد ارورتو دو كتكدي نبي وحو قابلي فرضتي الجبل لبد فنغرودي قوغا فرضته وحال لي هذا كرين قابضة ملكضة سمعين لو يتقنوا فرضت بأورنجري ماشي الدكدة بضة دومي خصو حداني مراكي تضم حاتر هذا دكيني دمبات دكدة يا سمعين لو روحي جرين فرضت بيدي جرين فرضت قوغا وين السمن ماشي تشيرت وضضو اي كرد على وحال لي هذا يا فرضة لي هذا عند العرب فرضا اللي دا وبيجا ملكذا اللي قرد عدو عامها اما هيلا دا ملكذا اللي قرد عدعي اللاقتنا ايضنا فرضا اللي دا واد فاندين بيلات دا كد هادا او تقانا المحالي هادا اللي بحي مينا فرضت با اللي دا في اللغة لغة في اللغة في اللغة العربية في صوماليا ايضنا فرضت با اللي ورنجري لو اقر صوماليا هو العربي قاد او قبطنا كود العربي انا قولنا اف صومالي يفر عربي كقوري جري في الصومالي أي عربي حروف عربي اللواتين جديدة عربي كقرية وحان وو يحاء ألف كتاق النون القرية ساني أقرمي سيدة عف عربي أقرم لأن لو تباوداد عن صحاب رئيس ودري وضي الصوماليات إسلام تيسا وراق أقري براق بأقري كن سغال بول كنتني صدح دي كن سغال بول كنتني صدح دي أفعريب كقراي هل بقوي كور من نولشي ساعة في مات كيسة عرطب ورئيستي ديما الأولى الله أبو ميل خضونا يدي أنت أنك إيمان يا سيدا سيلا حين قربيش سيدا تال بيش سيدا تال الله باتني دور كيدي كون سقال بقونتني سيدا حدي تلفون كان هذا الدمية هدانا إيه دارين يا ويدن تسلها سوان دارا ميدن تسلها حبيبنا ما ينتص إن شاء الله تعالى يا وضعه سال هاي مركب وش وجرته نمن ضبان تيسود دولين بين يوحي نقص مايين وندل الرجيم دلنا ركب نقص مايين سعوين بين الصومالي صمد له مرقو سعوين هذا تسو قصة سيلك قصة يبسته أو صمد له تيسلو دايا هذا صمد كه خلقته توك باب الجمود هذا بالقوة قبس نوح بدلي وحكاري فرسميات نغريس سيد زودة إن صوبات سيرد بالكسو يبستي العق حارات خلاص بحد نينك ووقف سو سعا درهات بن سو يبست هي البنك يبست العكس نوطة يخلي حل هذا وأجد أن بمرك الله هذا كم من هاني أنت دم بأقوله ثم ضاد كله دد وين مسلمين أو تاريخ أو أفل أو فر لو أنا ينتين نقبته قليه شعية ده إلا تين سنك النوجلية عربي النجف وجيه مكي حقوق دقال أبا هذين وحيدين جماعة العرب بان كتر سنة محاكي كتر سنتي أنا فارحي أنا جامعة حاس عميس إذا بدرد دفع لقداي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل نبي وحي أجيستو قابلي فرضتي الجبلي قوين ولبا تشيرود له أما لبا فنقرود له أما لبا كرنقاب له أيو نبي قابلو حقا كعبادة تحقي مركو تكني الثلاث وكنت كان يدي طون وكنت كان الذي جبل كاسو بينه نبغ انت كد حيسي وبين الجبل الطويل قوه دهر ودخاي لبا قوه يتبيا لميد وسكيا
وحق ديطوهم بسوحكا من حق مكو حقا متك حق مكو حقا آذو ديرو تاغن. إذن خوغا سكون نبقو قابلي عليه الصلاة والسلام والله بكرين قابلي سجيل ميار لابو كرسله وردي لابو كرسله تكتان دحضن لأي قدتا فيق بقو لها حق النفيق بقو دحضن لابو حكويا اللي كرين قابل تاية تنبا مركو وحوري استقبل نبي وحو قابلي فرضتي الجبلي قوغا لبيس تشيروت بقابل أما كارينغاب قابلي الذي قوغاس بينه النبي قد حييه وبين الجبل الطويل قوغا دير انتو دحيس قوغا ودحي النبي محمد يقوغا دير بنبي قابل النبي محمد يقوغا دير محاو دحي قوغابا كالبيس فرضتي بنبي اسكو أدي الذي قوغا ديرو نحو الكعبة جهة الكعبة جرا قوغا دير حقيبو جرا حق كعبة يجعل ذاسي ما ابن عمر با فاعلكو مسوا النبي قال اسكو هي ودا وحدن وحان يجعل ذا سوا النبي وابن عمر وحا هل هي تلمان تبحين اي ابن عمر احد كان لقى ورما هي انت ضمنا واصوبنا نمن سا سيد هذيك وسيد النووي جماعه من اهل العلم اي مره هي يحافظكم مركه شرح هي اي صاحب عمده القاري عيني يودا كدن بينه وحيلين انت ضمن يجعل ذا سي وابن عمر احد كتلمام ايانا وأردجي سيها نافع وماشي الاسماء الله دسي مساعد بخصوص كرادي ودوين كحائس كبد دري ابن عمر بوحور ربا إنه تصميش ونبي قتاجنا يقابك قبل ذا أقاب بلي يقويه كسو آدم صدق كلاهين فرضوا قاب كي أهيد يجعل ابن عمر أما يجعل النبي رضوا يتمكوا لبلا تأويل كذا مرتاد قد ماري كرت لكن وحام مقنيسة يجعل عندهم ب يستلمان عندهم ابن عمر لقوا الرمي وابن نافع ومركزي والرمي يجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد الذي بطرف الأكمة وحور يجعل حكية لجري ابن عمر مكو تلماما قوبت النبي كتك وتلماما يجعل المسجد الذي بني ثم مسادك هل كان لقد السي مسادك دي طوان لقد السي مركو قبل هذا قابل حقنا وتلماما ابن عمر نبي ماشو استاغي كنتك كذي أيوه حكيد جري المسجد ما شاء الله قد يسي يسار المسجد الذي بطرف الأكمة أكمة عفوا مسجدك بورت جيس كذا كويا الله بدي حدود المسجد كاسكح جنجري لا مسجد بمشي كويا الله مدوا مد كان بدي حلا جيني من نوا مد كويا الله بورت طرف كذا دعش هذا نبي بوش طرف كذا موسى استاجيني وكفوا قاعدي طبعا تقريبا بكير درك بورت إذن يجعل حيير جري ابن عمر مكو وشاة المسجد الذي مسجد كوبوني يا لقد سي ثم مشى لقد سي على يسار المسجد مسجد في دي سوي بدعي سوي جري عفوا الذي مسجد كوبوني يا لقد سي أسوغونا بطرف الأكموي بورتا في دي لقد سي هو يرقان نف لما مسجد ما مد لقد سي مالي ليه نبقى كنت كده مرا ماشي كنت كده منا بورت قول لي درفت ذا لقد سي لما ذا مسجد منا ما هي ابن عمر مركو يستاغو مسجد ماشا كدسن ايو حمرين شري كي كدسنا طرفت يدعاش بورت يبدح كمرين شري ومصلى رسول الله رسول كده مكانه تكتزون اسفل منه وكه سيي من المسجد الذي بطرف الاكامه مسجد كويا لا بورتا في ديدا وكسيوسي مشو النبي كنت كدي على الأكمة السوداء حقين النبي كنت كدي اي كان مصلى هنا مشو كنت كدي وحوها على الأكمة بورتي اما كدن بورتي اما اما اما, أما تاج دعشي السوداء مذوبيت ورانا وكيسويري على أكمة غليظة وينك زومر سيوك لصار ابن عمر يدعو حكتكيا من الأكمة السوداء تاجم مذو حكف عن جري 10 أذرع تمنددون أو نحو موحكدو وأطع كيسان تاع أنتم نبي ماشوا أكثر لقي نبي كنت كذا وأطع كيسان طيب بورتي مذو بيتقول لقي هذا وحكدر كجري بوريلات طبعا تمحوا هاي ردون بقدر كهيا ثم يصلي مركز وتكان ابن عمر مستقبل فرضتين أصول الله بدأ تشيرود أما الله وضد قابلي من الجبل كفرداء الطويل قوي نيرا لبي سكرين قابو الذي بينك أيها المخاطب
وبين الكعبة قوغ الدير إتاغن إيه مركز قابل شادي كعبة دين دحين أي أيو مركزي حقي سقابل جري محلو شادك هو معي محلو شادك حوي لبدا مسيد ماشى الله قرده ساي قوبتو نبي كتو كذي ماها مد الله بعد بورتن أذق أبحيي العكمة السوداء والغليظنا دوش هذا نبي كمتو كنين هور برو يربحي إلى طوان متر طوان روا انت قياست طوان روا مشان متر بقياست طوان روا كم متر بدن يورتم مكيري نص متر حتى جو فورنا بعد إذن وطوان متر بقاي نقونيس شن متر بقاي نقونيس شن متر شن متر بو كدر كيي إلى داد جنبه سعوني مركز وقابل جد قوي قدر وحن سكو أدين جري كرين جابدي سكو أدين جري مركز وقابل توس يكعبد وقابل أيه أنت هسال لوجي ده هوشان مركز ابن عمر سمين جري ابن عمر رحمة الله تعالى رضي الله عنه عنه وحسمين جري نبي محمد عليه الصلاة والسلام أنتم مدينة شوقي حافظ والبو وبوغضاء يقوب كستو وتو كتو كذو ويو على ما يسنيت هذو النبي الصفر عليه الصلاة والسلام أما الجهاد أبحو أما أحج أبحو أما أبحو عمرنا ميل كستو استاغو كتو كذو ويو على ما يسنيت صادرت المكو أصغو الصفر ومدينة كرقاق إلى أمك قالوا كسو النقضو مدينة وكسو اللابتو صلاة والباء ميشو النبي كتو كذو كتو كنتري ونا يقاني تتبع مرك آثار النبي المكاني السمي والله مثلا فرق بين هذا يو نبي عليه الصلاة والسلام وحي لقد حليه راد كيساء أما درعة أما كوفيد وحرين جرية أما عمامة أما كبعة أما كارينة أما حرئي ويلالة إن لبركيستون نبي لقد ريبتوا من السنن سلف كنو يسكو مخلافين تميهيسي وحول بو نبي كسو جيدو مركا أن أهين آثار مكانيكا تايدو مرن بلا الآثار المنقولة اللي جادا ويدو إسكبابي خاد دنبوي نيال الميس اللي قفت نومانا لقبق ماي وحال إسكو خلافتين وحاوي نبي قو آثار مكانيكا أي راد كيسي كسافنا نقولك راد نبي قو كتك نقولك كسافسنا إلا دبقلو أول بركة يستو، أول قصدو، ما هي دين تكقبتا. ابن عمر يا أبيه واسكو خلافنا هو شيء يضع. أبيه عمر الخطاب ما أقولي، ما لين بصوص فرز واحد جي أما صوع مريست، صلاة ما ملك وتعسرة، مسلمين تبي تجي سوى أمير كوديا، مركز وحوار كين من أرده يسي صعدة، أما الظهر أما عصر أما أروح يا هيد بق، مركز وحقي أرده هيا. حيدهم حي ربان مل ماشى صونا محمد هذا كور توم مراي صلاة يكو قوته كتو كذي إني كسوت كذا وياي عرك عليا ده كده إنكوا يهودي النصارى وحكوها لك سمين إنا تي دبقة لين رادت كأنبيض ودي مل والبي كتو كذا أي مسجد كديك بيع وكنائس كديك تبي كوها لك سمين شو شيء هوشان أيضا نينك كسو بيج ما سقو سعودا oo danihiisa u socda ku soo beegmo goobta nabi ku tukaday ha ku tukado ninka aan ku soo beegnin minna yusan aadin wada huwa al-ittiba'u al-haqiqi ibn umar ya abi umar ba garle limada ittiba' mahallaydada nabigu waxaad ku raaci oo beegsani shay wal baqab ku nabigu usmi alayhi salatu wasalam goobahaani مجبور النبي قصاد ولا قصدي بأهاين مسه وقتها كقبتي بإجماع المسلمين وقتها كقبتي سيدو كلام مركان النبي كان راعي الله ده اتباع هذين سوينا ديزو سيدو النبي قوي يالي النبي قو حتكون راعي في القصد والعمل والهيئة والصور أنت تكون راعي سفر بتسوق شيء صلاة ما ماشي كقبتي إلهي بس كوك آدي ويكو آدي وتكنيزا لكن إن أسر دقائق آد كنت كتير نبي هذا كور صلاة كقبت كنت كذا دس كقصد متي هذا النبي قصد كقرا تكتير أقول إن كنت كذا أسر قصد النبي قونا أمس قصد أمر رسول صفرين أمر أمرين قبت إنه كنت كذا وحوم مري
مراد كيسي كالي يدن توتي ومر ساعات باكو قبط صلاتنا سيكو قبطو أي لوتو كذا صومالي ويقن أوشا أيضا مركا أوشا أيضا سيدنا عمر إنما هلك من كان قبلكم أنهم اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا من مر بشيء من هذه المساجد فحضرت الصلاة فليصلي وإلا فليمضي رواية كلي من عرض لكم من عرض له منكم فيه الصلاة فليصل ومن لم تعرض له منكم فيه الصلاة فلا يصل مسلمين تبضن كونا وحي راعين حكم كأي فقه سيدنا عمر بي راعين وإذن إن يبنان تاين ابن عمر با اسكو أتكين جو اسكو دي بيجي صادرت واقدا بي جدك ديرا النبي مكة أمر مدينو إميلا بضنو لباتمي يقارو وكغتو كذا جسكا بضنين وحما أنت لقى قرنوي ولا بقوبت كلي لو قوبت كلي أما أنت لقى قرنوي يسير نبع ويحكى لو كتركتين لإلو مسحنتي لبدل ومسجد ذي الحليفة ذي الحليفة إيو طريق الروحاء مساد كويا لو إيو وجد يو أحلى أن يسوم النبي يقول إنو يلي وحمر يدونا نبي الله عيسى سوى حاجة أما معتمرة وأنا قلت لباس الله قرنوي لكن مساجد يقوم النبي كنت كذا مدينه بدن كذا والله قرنيه هي انصار باقبطي انصار باحفظي وبالتالي واجو عبد عمر عبد العزيز امريكا كان مدينه امريكا كاها نين خير بدن بو اها يا وحو يري انصاري انت لا دبانين قوبان حد الله النبي محمد با كنت كذا كو هيسان وحي اد هبطان اي شيغا وا لو شيغي مسجد والبا عمر كي قوب النبي كنت كذا مساجد ما دو اها يدو كدغاي سيقولوا إيسي رجح متوال قرحسن بقسمي أحجار منقوشة قرحسن بقسمي الجونة سو كلا سو عاية مساجد عامل المسلمين تيجوا قابتو النبي كتو كده واجد مركو على سوق جاره وطابعين بدهم بسوق جاره أتباع الطابعين مالك بسوق جاره وادو حافظ كحتى سوق جاره ابن حجر وكشكي لبا كتاب أولي أن سفي عن لو طابعين من الزوير بكار أوليها من أوليها هاي عمر بن شبة النمري وأخبار المدينة يا أخبار مكة لا يداد لبذا وذب وقين بذا وحول بسديس وكاني بالسند والنقل والتاريخ على اتحال الصواب وحوي مشاني مساجد أنك ساتكو قبطنا هكنت كذو نحن كقبانين يسن لا آذن ابن عمرنا ومن تشدده المعروف في الاتباع في الاتباع مركو خير بضونا وانا دذالي لكن صحابة وسيدة مرين وبنائم باقى الصحن حافظكو يقول لها كتاب وشرح وحيد هذا وفيه تبرك بأثار الصالحين ابن عمر مركو هذا وضبق لي نبي محمد ميشو الصانتا لقي أما هبين ميشو بري أما قوبتو كتو كذي هوشا مكر لي يقوحا كتيرة التبرك بأثار الصالحين وإذا ده مركز شرح يا كتابك وحيليه وحكوج ابن عمر دبجلك ودبجلي سانت النبي يجوبته فريسي مشو كتب كده وحكوج إلا بركة يسنكره تذكر علماء دي أهل خير كي أوليده جوابه فريستان أما يكتب كده ما تكذب نوش أيضا وقياس مع الفارق وقياس مع الفارق فهم مسألة ذا ومسألة علماء سكو خلافين وحاسكو خلاف السحابة واسكو خلاف النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحان الله بطي إني سنبناني إن قولوا له أدو الله بماغا إني سنبناني ابن عمر هوشي سادات ابن عمر بان قرر عايانا نبي محمد أحد لمدة متشره أحد لمدة نبي محمد حق فضلك بركة خيرك شرفت ماموزك كرامد عند الله كله يهي متشره وذا هذا ليه كرتوا حنوب بركة إنسان رات كيسية سانتس جوبتو فرسان نبي محمد لو بركة إستي مية جرمانت مايا مركز أوقع أسقاضان يسوع صا وذا دها إيا نبي إسكال أسقاضان يسوع قياس كحلو شرديا لبذا الشيء اللي إسكو شبهها إيه اللي إسكو كيسين وين إسكو أوديين إسكو بركيهين إسكو خيريهين إسكو فضيهين وحل بقى كسميهين ابن عمر والصحابي جليل وبركيسون من أولياء الله الصالحين يا نبي الله محمد مسميه أبدا إذا كنت أدوى ذلك قال له
وادا بيو جوج مر هذا سيدا تاي هاوش النبي قاعد أوله هاول عيد كلو قياس قادن كرنا معها وشرط القياس ومحي ومساواة الفرع للأصل في العلة أو زيادة عليه وشرط مجمع عند القائسين والقياسيين فرع ضمبي أولي صالحين تا وإن اللو ذاقان علا أصل كورين النبي عليه الصلاة والسلام أما أيوة إبركة كبران تاي والنبي كبران تاي لا بدا بصورة قلما من دول لغو قالوا بي وضوت آدم كرا النبي كفض البضن أما كبر كبضن دين كالك كبحا آية وضوت النبي محمد عدبا الله سيمان لو تركيه دو كسي جري ميس مركا هول علي سوى إسكي إلالي لكن اجتهادكم ميلا بضن دولك مسلمين تخير دون ميلا بضن بي في الفروع والجزئيات خير دون درت أقول عايان لا في أصل الدين باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة وفي الطواف الأول من الحج وحباب هاي استحباب الرمل رعلين إلا الصنيه في الطواف طواف إيه والعمرة عمرة ضبا طواف الحج إيه طواف العمرة وإلا الصنيه ماشى أيضا وفي الطواف الأول من الحج يا طواف كهوري يا حج كبا طواف القدومك طواف القدومك رملك واتلابض واللبوبه هذا اسكو دوينيا لوقتا هذا لوغا اسكو دو تلابد اسكو دوويس حق النبوبتان الله سخدا وي الا مره مره سيسان لو تلابسدا لوقتا لوها لكلا فوغيا وان لا حادثدا مرنا ولا شربيا هذا مره اسكو تاكد اسكو دوينيا يا تلابد يا بوبيسا تاس الرمل كلا يدادا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول كان صلى الله عليه وسلم إذا طاف بالبيت كعب الله نبو مكوكو وريقو الطواف الأول وريقه كوبادي خب ثلاثا صدح برعلينجري خب أي رملا خب أي رملا واسكمت خب ثلاثة صدح برعلين جري ومشى أربعا أفر نوى لغين جري وكان يسعى نبي وأردي جري ببطن المسيل ببطن الوادي المسيل ووادي وتق لا يقطع الأبطح إلا شد وصعي بين السبع والمروة انت نضى لدي كسمي لينك ينالك عقار كسمينا عرق أما بلوغة عقار بسماهين عقار بوها انت أسفو وادي وابابائي ماشى سأبطح لأورنجري لا يقطع الأبطح إلا شدا لما قوي أنت هذا أرد أم إسماعيل أي مركب مروسي فوليس يا مركب سفن فوليس ويكون مرجلتي أرد أنت أيضا ولقى مركب بوري ركدة دكت والأرد أيضا كطور ودلان دل ودنا مركب فولي وكان سلع يسعى نبي وأرد جري ببطن المسيل أي ببطن الوادي المسيل ومكان السيل مكان السيل ووادقة لأن السيل يسيل في الوادي ببطن المسيل أي ببطن الوادي وادي دحدي سأما برتن كسمكم مرة النبي وأرد الجري إذا قرت طافا بين الصفا والمروة مركو قص عيني أنت أرد حيس مروية الصفا مقص عيني أنت يرت أنا أرد بكو جنجري أنت كان لو الجنجر بورها أرد ترتيبه فولية لكن أنت لحظة نبي ورعل كل دافتر وكان ابن عمر يفعل ذلك ابن عمر رسيداس ويالي جروان وصنه وحدثنا ابن عباد حدثنا حاتم يعني إسماعيل المدني عن موسى بن عقبة الأسدي عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة إذا طاف في الحج والعمرة مركو النبي طواف حجك عمرة ضبا أول ما يقدم مركو أهرسوا الصوغلو فإنه يسعى نبي حؤرد الجري ثلاثة أطواف صدح طواف بالبيت كعبدة صدح وريق بورد كده ميسنجري يرعلي ثم يمشي أربعة أفر وريقنا صعد بكده ميسنجري ثم يصلي سجدتين أي ركعتين لما رحمه النبي قلت كنجري خلف مقام إبراهيم وإنك صوم الرئيب ثم يطوف بين السبا والمروة صلاة دامركو تكذا كدبنا وحكو وريق جري أما كورد جري صعب لقوة ذاي مروة يا صفا يا صفا وحدثنا أبو الطاهر أحمد عمرو حدث وحرملة بن يحيى قال حرملة وحول أسوء أخبرنا من وهب بن عبد الله
أخبرني يونس بن شاب الزهري عن أن سالم بن عبد الله حديث كره نافع وعن عمر هذا نويل كسب به كقاضي حديث كقاضي أن أخبره الشيخ أردقس بن شهابة أن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله رسول كلامه صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة مركم مكة السوق إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف حين يقدم يخب ثلاثة أطواف من السبع حور نبي محمد ما أركيو حين يقدم مكة مكم مكة السوق إذا استلم الركن الأسود ركن كثير كمدو ركن قادو حلوجة جيسة جيس كاس يجيس كا يكاكل يكاو أركان تلدين شيقو أنت وكعبد أفرت يدقيس زاويانا ولا يا جمع الزاوية أما صبرنا حق البيت رضان حق إيرادان صدق أفر حق الله بولي هاي إذا استلم الركن الأسود أي الحجر الأسود لقى حمد ونبوك عند صيلة ضوافك سقى الله قبل الله ودوك تيني أول ما يطوف حين يقدم مركو أوه ريسي وضوافي ومكسوق له يخب ورعلين جري ثلاثة أطواف صدح وريك ومن السبع تطبطة كمدة وحدثنا عبد الله بن عمر بن أبان الجعفي في هذا بصاصة يشان حدثنا من مارك عبد الله أخبرنا عبيد الله العمري عن نافع أن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما قال رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود رجع حمد الله قبل الله إلى اللقي ما دو النبي يقول رعليني ثلاثة سدح وريق ومشى أربعا أفر نو اللقيني حدثنا أبو كامل الجحدي فضيل بن حسين حدثنا سليم الأخضر البصري حدثنا عبيد الله بن عمر العمر عن نافع أن ابن عمر رمل من الحجر إلى الحجر نبي قال عليه رمل من الحجر إلى الحجر وذكر وحون الشيقي ابن عمر مكو سيدا الصمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله نبي رسول نبي إله إنه سيدا يالي ودحلك إنه دحلك نبي محمد وي ودحلك أنبياء وهذا إن لقد قلت لقد رغم وينك كارك يا أستخيره طيب وإن لقيت تجين أول ليس ضعفين هيا وحوالي سديد دون مرد وسيدة صحته بل وإن لقى فائدش وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنب حدثنا مالك وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن جعفر محمد عن أبيه أبي محمد ابن علي الباقر عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال رأيت رسول الله رسول كلاب أن أركيها دان جابر أي رمل أسقر عليه من الحجر الأسود رجع حمد الله قبل الله به حتى انتهى إلى أسوق جاري وكسر رمالي ثلاثة أطواف سد حوريك بالنبي سد أورديه وحدثنا أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني مالك وابن جريج عن جعفر محمد جعفر الصادق من آل بيت رسول الله عن جعفر محمد عن أبيه عن جابر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل الثلاثة أطواف رمل نبي وحور عليه الثلاثة أطواف صدح طواف من الحجر صدح الوريق أهريسي من الحجر إلى الحجر بالنبي أيو طوافي طيب بركة إرقى الثلاثة أطواف تاسحوه من حيث العربية فربا لقير قذاء طول قابل لوريه الثلاثة الأطواف إن لبضب ألق ليو الثلاثة الأطواف ليدادو هي إن مدود ألق قويو ولسو إضافيو هي إن لبضب لقق ثبو تجد هي ثلاثة أطواف ليدا ثلاثة أطواف هي الثلاثة أطواف هي الثلاثة الأطواف صدح لابو والله الشيء أيضا مركة إن الثلاثة الأطواف بقامل هي سدا سيدان وحرامي لهذه إلا بضبع لقليو ومركز خلاف كودحي البصريين يكوفين بإيمان لها بصريين واديدان كوفين نوي ويبنيان أما إن كورا لقليو كدنبنا عن محوة هاي لقلقو يأشو سيدان ينو قرانا وكورا لقليو كدنبنا لتنكيريو أكثر النحوين ويديدي جمهور النحات مباناني لي واللاحن بيلي صحنا معها رق يربا قبا إنا يبنان تاي حديث كنا حجة النقونا يا أيها رق بنيب حديث حجة النقونا وحاس صدح الله بكفي عن الله هيد إن لا تنكير الله بضب أولي يا ذو رمى لا
ثلاثة أطواف. طيب حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا عبد الواحد بن زياد العبد حدثنا الجريري سعيد بن إياس الجريري عن أبي الطفيل عامر بن واثلة وآخر من مات من الصحابة أحد قدم بي النبي محمد أركيوي مسلمين تقدم بي سوى وييلة يحولي جري متشو قدون كان مانت أحد نبي محمد أركون نول وراني كاي القيام بلنبوها سنتك صد هذه جدول الشيء أما الله بعد يوم أحد بناش يوم أحد أيوة الشيء أسوق سيدجرا أما تدوبجرا ينبي وجريودي عليه الصلاة والسلام حج قدام بالنبي وسوي حجي حج وزاعنا والسعودة سوى يرب السعودية وحنك حستابوري نبي محمد مرود شد تاجنو دعي سنة أما صحي الله إيماني إذن وأجد أن بلس خلافة رج التاجري بوها إلا السعودي علي بن أبي طالب كوفي عراق قد قال لهم الجري علي مركل الدلينا وصون وغمكو يمد والدقي هولي ورنا وكب حي ومات بها طفيل أبا الطفيل عمن واثلة قال وحور قلت لابن عباس ابن عباس وحانكوري أرأيت هذا الرمل بالبيت ثلاثة أطواف أرأيت بل كورا هذا الرمل الرعلين بالبيت بيت كلاه اللي قلت عليه ثلاثة أطواف صدح وليكورا ومشي أربعة أطواف أفرن الله صعود كورا أسنة هو مصنة بيت كلاه مك الله صعود ضواف القدوم أما ضواف العمرة أما ضواف الحج كأورية بيت كلاه مك الله يماده تطبده وريقة اللي قلت ضوافه صدح إلا الرعليه أفرن الله لغيه مصنة مثل سنة ما محاجر فإن قومك طلقاء عربة أما قريش أما مسلمين يزعمون وحيشه من عباسه أنه سنة طريق نبي محمد هي. قال وحوري فقال ابن عباس صدقوا وكذبوا ابن عباس وحوري صدقوا وكذبوا رنوا شيئا بأنه شيئا بور رنوا يبين بس كوكا درين وكذبوا هنا ومعي وعلى لغة أهل الحجاز ولغة العرب الصحيحة وهي روح مربها ضو صرم السيكتي ولقى فسيدة صحضة أهي يوسن أقصد به أوقفوا كذبا لسكورنية بمعنى أخطأ صدقوا وغالي طوبة كذلك وأخطأوا بوجه ذا قال وحور قلت سبحانه ما قولك صدقوا وكذبوا حيث اسمك ينسي رن واشي بان واشي وحبان كويدية واصنة دام صنة ما لكن إن أسكوك يبرحضه أوترى ظهرنا وشيغين وانا بين هؤلاء فهم كرمال وعام واجع بين نقضي قال وحونا رسول حجد صدقوا إنه نبي كره عليه نبي مرخ مكيمد إنه ضوافي صدح ورقنا أرضي أفرنا أولوي ورنطوت لكن إنه سنتها أو لسيد النبي سيما مانت الله سميني وابين بقبع صو حين النبي هو سمي صدقوا وكذب على أنه سنة سنة الشيخان بابينه ليهن صحاين سنة ما أو متبعاء أو إلى أمنك الله سمعني لكن نبي هو شواهي إلي وركز وجهده قال ابن عباس وحوري إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة نبي مكة صغل وحولي حكمك رملك يضواء رعلينت إيو جمتورتك حكم إلا حكمة لوجد يبوها إلا ذي حكمة المشوى كبحضي والحكم إذا زالت علته زال بزوالها بالأسبوع نمي يومرك أكاديو له إلا ذي مرك أصل كذب ونغشة كين إمامك وحو نبي محمد ومكا صغل فقال المشركون قرموه حسوق علي مكو عمرة القضاء حديبية سنة كل حد بيها سنة كتوبات من نبي عمرة يميد أي أدي إذن هذا كور إنه نبي قضيه مركاسي قريش حيده نمانك قريش يدي نكيه جرودي النبي كو كأها أيو ولع العضة أوسو الصوبئة ومرق قنف في هاي بيت نكتاكي وحيتاكي مدينه وعرمدوة وحلق بضن وعرقل القنين دوما بابيسو ملاري سكرا ليهين نمان أرد كور حلين كرام معها بلا أنفرنا سيو ضوافات ولوسو شرتكي نانك حجر إسماعيل بلوسو فرفريستي ايوه يرمينا داوضان
صحابه سيو ضواف هيا يعني يتبرط ذي أود نمر حورها لوجمة ترتعدوغا علوغا روح سغارا لوصب كذا وي نمان كان إني سندومدي يقنين كمدين وحب إذن ييلين وين تستا فقال المشرك إن محمدا وأصحابه محمد صاحب دي لا يستطيعون ما أود الكرام بأن يطوف بالبيت بيت كان يكون طوافان من الهزال وإني ما درتيت وإني ما تبردر درتيت ما بعض طواف كران وكانوا يحسدونه قريش النبي هو حاسد جرت قرن بقص عضا حرتي سباسية بلطة وكل بطل قبائل كلا الرومية مقالون بوصيه لا دقال كيفوت إسقريان بقوش وكقاتا إذن حسد بي بستوده وكانوا يحسدون النبي وحاسد جرى قريش قال ذي بلو جداد مسلمين ما قال أحور بن عباس فأمروا رسول الله سيدا مركا يدادين إلهي با سبحانه وتعالى نبي أشيغي روايتك حديثك عضيني قيبك ماذا مركا سيدا يدادين فأطلع الله رسوله على مقالتهم يقول إسكو حنتين هوش هوس بإسكو كشيغي جبريل بسوق قد بيهوش والنبي محمد قوي قريشية ساسا إذا وانا كسوق هيا لصعو إذن كل بلوتين هيا وبتن أورين هيا وقال من روتين ما ماشا تكتان وبيتم هيا وصاو اللي بدبود هيا مركوا إلا سمري قريش فأمر رسول الله رسول الله فري أن يرملوا إليه عليا ثلاثة سدح وريك ويمشوا أربعا أفرنا أي سعودان قال وحول قلت محايا له كوي لمرك أخبرنا عن الطواف وان قرت الرمل كانت صدا وجيد دو وصائم زنت اي بل واحد يورد عن الطواف بين الصفا والمروه اورد كلا اوردو بين الصفا والمروه اسوغنا اي والمر راكبا ادو وحسارن السنه هو اصلا مسنه ان ما قد سعي الله سمين يو غاديد لو سعيو كرتي اي فرس اي بقل يقول بها يشو اون لوينين مسنه فإن قومك يزعمون أنه سنة تلقاه وحي شيء إني سنتها هي قال حول صدق وكذب وتنطي وكلو ويو بأنه واشيء ورنه واشيء قال قلت ما قولك صدق وكذب وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس نبي محمد مركو هشا كسعيي هشا مركو كسعيني صلى الله عليه وسلم ظروف بأقيسي وأهيد أمدي ما ميشو كبنني ميشو نوايرتها طوافك وينه صعيق وايريها صادرت النبي إن لا أركه ولا قاطع أحكام تلقط يدور ربي مركب ماشي اللي وارك كرينا وينو جديد دشي النبي لا قاطع وضو لا أركه مركب يدين هذا يدك ضيان هاي أهم مدة أورطها كل ليني سعد كصعية بقول كثر عليه الناس وذكبا كبة يقولون يقول هذا محمد ها بقول لو تنكون الروح بس واحد جدي وأنتوا ضبط النبي أيضا أرك بدن كذا أيضا أرك صدميو أفرتميو كن بالنبي قتوس أركت أنت كلا نبي وير أيون أرك بالرميين إني أركان والنبي كذا دين بسوا هاي يقول بالنبي قال له قتوس مركميشو حكدا عاي عديري كم مركو حلاك قب حكنا النبي خطر جنل هيان والنبي قاعد سارية حتى خرج إلى صبح العواتق وقبله رامي البيوت كصبح مقبيات كبار صوصر العواتق وجمع عاتق وقبر دا شقذا كحرودي يقولي كذا كوك تفودي أنت يرتى ولا ديك سلا سوق اللودري بنانك الله في جد حجاب في عن قدم ميسو ملاسي أرد وأديك سيد كرة يبودي مركي حيو سور دواتيني قام كاردو نوري تمنجر سوق كارد محل زمان شقذا ولا غيرين كشان تام باللودي يارين قولي ميل قوي على قد تشين سيد رجع باللود مع موسى مركي وحاو كأنه اعتقد من عمل البيت وحد مودين لقى حريه شقذا قريقة ساسا عاتقلوا يدي هذا محمد هذا حتى خرج إلى صبح العواتق من البيوت كصبحين قريبة كصبحين ذلك ما سكبته وكان رسول الله والنبي هذي ذلك كوي مادي وذلك عريض قريين ذلك ما صنك الله في النبي اللي قف وياه إسليه صمة سيدا ما حال ذلك نكون سودا لك طور سكبوا دو كون في راك وصنع هذا سراكيس اسكاليك هاي حالك طورة هيا مال إلهي أجي دم بجان الوجين بنا الله في بحنن مركب وحوى يسحب وحوليه هيا نبي هادي اللي سكوجي مت ما تذكر كان في جسنا نبي الله شيء حي تيبو قال ابن عباس وكان رسول الله رسولك لا وحوها لا يضرب الناس بين يديه تذكرتي سلمك جراعي تين لقمان اللي حنترين
فلما كثر عليه ذلك ما كبت أم لقبت شيء زحمدي ركبها شيب فولي والمشي والسعي أفضل من الركوب إن لقص عيو صعد يلوين أيا كفض بدن أذو جادي سيناد إناد مركاسي أصعيده سدا سويري معناها أيوم مري ابن عباس ابن عمانس مري إذن سنة معها أيوليها سنة معها رواية أبو داود كن سيدات بغصدن يشان صدقوا قد رمض رسول الله وكذبوا ليس بسنة صدقوا رمب الشيغانو نعم محمد وعليه وكذبوا ليس بسنة ليس بسنة ليس بسنة ضاسي سعينا سداس وكيري رمل كان سداس وكيري صدقوا نبي محمد وقد فعل راكبا وكذبوا ليس وليس بسنة تصل اسكمان دافي نو ايو شرح ذا بضن كوت وحين مرين سنة مطلقا ما أهسي سبا لكن قوام سنة في شرح التحرير في كتاب التحرير لشرح مسلم عليا وحوجد سنة كتجد لك واجب معها وهذا هو الصواب عمل كان إلا الرعلية مكلا ضوافي أما الأرضاء أم عفوا أما عفوا لغو سعياء قادي لغو سعياء كتقديس مليك باك واجبي لأن أعماش النبي يقول لي يمد خذوا عني مناسككم ويدي أردن كي لغطه واجب ديك باك واجب مركب سنة أنفين يوم ما سمعين تيدي يلا إماشيه وصنة وحوجه ده ما سنة كتقديس ديك واجبها يو قور على غاربه أما في الدياء يكون واجب يصوني وحلال المال معناها صح محايا إلي في سنة أبي داود كن سيديد بغو تضباطني كن سيديد بغو سيديدتني أفر بوحا كجرت أصغو له رملك وسن الرمل وسنة أو فكانت سنة إذا سنة هو أنفية سنة هو صغي محلق جمعين أيها سمعين توضو وسنة محد با سمعيه وهو الله سمعين كرا لكن كتجدود ما ها سنة ديك واجب أيه جمع أسمين كلا جدادو صاحب التحرير بيقوم مخلات كعيسى سنة ذو أو كن سقال بقول أثارت كن سقال بقول كن سديت بقول سقال سديتني سقال الله واتكفيرين كرتانا حديث ابن عباس يسديتني أفر با وحدنا محمد المثنى قال حدنا يزيد يعني ابن زريع البصري أخبرنا الجريري سعيد بن إياس بهذا الإسناد سند قد مر إسناد هذا سعيد الجريري عن أبي الطفيل عن عباس وما هي طيب غير هذا يشاء أنه قال يزيد بن زريع وحجري وكان أهل مكة قوم حسد في مكة وحي أهاي في حسد في مجال كنا بصعب بدن في مجال كأي أصعب بدن في مجال كولي بجنع ستضع وسيد دران في مجال كبير لي ذا والرؤية عمل قد يكون مشغول هيان أرورت البير وقلي سي نفط هاي سابا شمبر علين إيه جبال ورابين إيه قوين إيه بكار دوغد شقو كجرة رين مغال با أغو حاسد بدن وحانا أسيد دران هين مركي نولوشة كل سنة هاي قناع السيقة سواني روبي جوكتا أغو حاسد بدن وذا الدهي قناع ستضا وذا الدهي قناع ستضا قناع ستضا وحيب بالله إني إسا سحراء إسلايان السنيشن سكوت أميان إسكايان إسوس دوغان أسكرت اللي سود ديبو عرك اللي سود دارو سمتر الله اسماريو انت اللي فرينك إيقو آي بريقا إيقابان واي إبر أهل التجارة مصيبة وي حوكت أنو أنا يدان هذا أنفرقو جوجل ديغاز كدير يدي كان دونتان بأدو بدنان هاي مركان إسكاد دايل غان كاكتو وكان أهل مكة وحيا هاي قوم حسد قولي حسد بلان بيا هاي ولم يقل مرهن يزيد من زرع ملك حديثك ورين مرهن يحسدونه عفوا يحسدونه مصورا يوحول قوم حسد يحسدونه مرهن أسوك وحدثنا ابن أبي عمر العدري باب قصم قارك وانت قانا يا بصمة حدثنا سنة عيينة عن ابن أبي حسين عن أبي الطفيل قال قلت ابن عباس وحانكوري إن قومك تلكا يزعمون وحي الشيخ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى لبي البيت
بيت كانوا كرعوا لي طواف كيسي وبين الصفا والمروة عند أدى حيث ومروانا ونبي أردي وهي سنة بيدهين قال صدق وكذبوا رم بيشيغين وانا خلدمين. وحدثنا محمد رافع حدثنا يحمد آدم بن سليمان الأموي حدثنا زهير بن معاوية الجعفي عن عبد الملك بن سعيد الأبجر عفو من الأبجر عن أبي الطفيل عامر قال قلت ابن عباس وراني وحاني سارك هيا بوري قن ملينا إياه قد رأيت رسول الله رسولك أنا أركي مالك قدام بيس قال ابن عباس وحوده فصفه لي نبي مالك أنا أركتين كلانه بصدق إن يروحك لأنه أهاي بل إيت لما نبي قال أركت مالك حجك ونبي ومروة تاقنا قال وحوده مركزي عامر رأيت قلت وحاني قلت وحاني لي رأيته عند المروة على ناقة نبي محمد باركي حج الوداع أصغوا مروة أكتيدة تاقن وحل صارا وقد كثر الناس على دتكم أي كبة كحن سيه قال فقال ابن عباس حوي ذاك رسول الله واركتي أحد كالتلمام يسو النبي قوي إنهم كانوا وحي أهايين أيقو لا يدعون عنه إنهم كانوا دتكم وحي أهايين لا يدعون عنه كوان نبي قال الدفاعين فرانت الغرفته والله تخان تخيو أما لك لا في قلما تورجرين دعي هو دفعك رواية دي مركة أبو داود كون سديت بغصد سديت نيشان كان الناس لا يدفعون عن رسول الله ولا يصرفون عن بعضين يوم يدعون إلى نار جهنم دعا قرآن قد قرنا يسا صمى رأيت الذي يدع اليتيم دفعه هو طيب إنهم كانوا تدخوا حياة لا يدعون عنه كوا النبي أن لقى الدفاع ولقى علنين ولا يكهرون حقنا أن لقل قولين لما عنا نشرين إن أهل قوم قب تشرين أنت فيها هي شف لا يجي عنتنا لما كلا توري جنا تدك طيب سيد كلا وحلاو فرس ما ينكروا أم بلاو فرس ما ينكر بقرة يسيد الله يرو مرة هذا شرتة النبي قو شغلكم الله ينبو صحابه كوشك سا سا كنتي تدك النبي قال يكون صحومان يكهرون بأني هذا إيه دكان كهركون محاوي وانتهارك وأما السائلة فلا تنهر تؤكلوي الانتهار. وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم رسول الله رسول الله صلى وأصحاب مكة صلى وقد وهنتهم أيوب ويقضي حمى يثرب دومدي مدين حمى يثرب ويقضي دومدي ملاري يقنينكي مقالي يثرب مدينة وهي مقعدة هوري قبل الإسلام. قال المشركون وحيد هذا فقال المشركون وحيد هذا إنه يقدم عليكم غدا بريق حيديس وقال الطوانا قوم قوليو قد وهنتم الحمى ملاري الدم إبراي كدكت ولقوا كلكل مي ولقوا كلكل مي منها شدة تدب كلكل مي نمانك سوالا يوان هجرون يجري وطلق أنك كتكي يقول إيضابي صوص عضاني أصوص شرطك وقاليا داوضا كما ليست فجلسوا وحي فريستان قريش ما بين الحجر من عفوا مما يلي الحجر حجر إسماعيل حجر إسماعيل أنك سيف فريستان أنك حقا أو أنك كلا ويكفوا هذا كعبض على المسلمين تقبان وإيا كادوا الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. طيب ما أرك كان حقا إني كم هذا يستنى وير ربان وإيش هذا وحي كدوك ستي أركا عدد وغادو موقت اللي تمك هذا رأته تريد كقص واتحنس. وأمرهم النبي نبي ذا وحو أمري فأطلع الله على ما قالوا رواية النسائي في الكبرى يا أبو داود في السنن إلهي بأش يا جهوش أيضا. وأمرهم النبي وحو فري أن يرملوا إن الرعليان أي الرعليان أما الرعليان ثلاثة أشواط صدح وريق ويمشوا أي الويان ما بين الركنين لبضا تيرين تقول حيسة ليرى المشركون دان كيف ديين موية دان كالي ما كي أقدبان إن إسكالوا غيون نستا دان كي أي فدي ما كسر لو يجو أرد هي سوغلا إذا ما كان دنكن جو دنك أصف فدي وايد دعوان هي سوما دير بيا إياك هقارن أنت ما كان مرة حيوان سكال وين إما ركتيد وحن كوسو فدني أنا أروح عليه وحن مودي هنا أنا أروح كوسو طبعا يساو شيء ساس اللو كارتي إنما كقرشيت ليرى المشركون مشو سوى أركان جلدهم أي قوتهم
حوق إيو مرقة كتاغن إيو لحادك إني أركان بعد الربا ولا قوسي ولا عبسي. فقال مشكو حيدا إنها مركي أركان صحابي أرد هاي وصدحي وريق أرد كلما ما يستي سيئو مركا واركا. هؤلاء الذين كون أتشاكتين زعمت أتشاكتين أن الحمى دومدو قد وهانتهم إني ويقضي هؤلاء يكون بأجلد من كذا وكذا أول بيت إياك أرد بضم النمكو waa inuu kan soo budbuday baytamaay nuun kan ma yiddu ma taabatay ma ee anigu taabanay ilaahay ajladu ay aqwa min kada wa kada kale ajladu wa aqwa wa a'da min al-ghazal baydan garanu fakataya ka dheerayaba inta laga rabo inta saahay inay dhaga burjowaan isku naxaan ninka iska celi ah hay lagde xugo ku tagnaba iga daran bu imba laba nin ba laga tantay ba la yiri gaasamad ul khala dhigtay halon war istaago ninka ku noqol mar marka la holi baa la isku day isku day ah ninka habay lagdee wuxuu waxa ay ga daran xooga ku taagna ninka marba ninka isku dayaya isku ma dayay qabna abba suuri walam yamna'u umadin subanu an ya'muruhum umadin subanu an ya'muruhum inu faro an yarmulu al-ashwada kullaha tadawu wareeg ba inay ord ku dhameystaan nabi inu faro umadin إلا الإبقاء عليهم وتنقشي وتنقدموين الإبقاء الشفقة والرفق عليهم تضوي وريك بأرض كل ما يسحابا وحوله هواي سحابا وتنقنيه ونحريسني ودمرنيه ما كذو إنه هذا كلي بدان إسكالو جاية ما كان إنه هذا قصة بحيسان رعلي يكوي صوبان سلع سل وصدح وريك أوه الرئيس هوشان هوشان ما كان مركان دم حديث أنت قدران قال إن هوشان من عباس وكهلي طيب وحدثني عمرو الناقد وابن ابي عمر العدني واحمد بن عبدة الضبي جميعا عن ابن عيينة سفيان قال ابن عبد اسوي حول حدثنا سفيان ابن عيينة مدهن عن عمرو بن دينار المكي عن عطاء ورواية التابعين عن تابعي عطاء بالبوض الكوي عطاء من الطبقة الثالثة عمرو بن دينار من الطبقة الرابعة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه علوي رمكاز طبقش قال انما سعى رسول الله رسولك إلهي با سعيي أو صفية مروة كأرضي ورمل بالبيت بيتك إلهي نكر عليه ليري المشركين قالوا سوء التصو قوة أودي سيئين بدقبون دومئي ملاري وحبيي لين سيدنا ابن عباس إلاذو تلمامي أهيد هوشان أيضا جمتورتك إيا أردك إيا وريك لأردها إيا أسل كيسوهر قريش ayaa lagu bacinay lagu cabsi gelinayay ee ma aha ee sunna mustaqil loo sidee loo jideeyay waa mas'ala meesha ku jirto sayidina Umar bay ku soo dhacday maalin baa soo dhawaafahay oo bilaabay ee wuxuu leeyahay fiima ramalan al-yaw wal kashf an al-manakib wa qad atta Allah al-islam wa nafa al-kufra wa ahlihi wa ma'a dhalika la nad'u shay'an kunna naf'aluhu ala 'ahdi rasul sallallahu alayhi wasallam hadithkiisu wad garanaysa ابن عمر بو حيدي ما انت محن اوف علينا اون وجب تورنينا امرقه وبنينا ما هيلي واغو رغان غالن قوسينيني قال الله واجبيه ادونك اسلام با قفسدي يا واحد تسينا ترتيب انس قرسنا غربها اي جماع انس قرسنا ترتيب انس لوين لكن ما هو النبي سمي كما تغين halka marka waxaa ku jirta xukumku hadii loo jideeyo liilatan wa hikmatan hikmadu iyo ciladan meesha ay ka baxdo suusho asal xukumku inuu zulu aha wal hukmu yadur ma illat wujudan wa adaman wal hukmu idha shuri'a lima'an aw liilatan fazala al ma'na aw al illa zala al hukmu wal isku'a laakin xukumku zulaya wa hukumka hal illa ku dhisan hal illa ku dhisan way حكم كان مرك الرملك الرعلين تبيتك اللي قف عليها صدح وريك أهو الرئيسة إيو سعيقة أما جمتورتك هل علاك مرسني إنو هل علاك مرسني حقوتو سهاية نبي عليه الصلاة والسلام حسو عمر رئيسة الجعرانة حلق الجعرانة وصو عمر رئيستينا إلهي إسلام بقوية قالنا واجبية قال لما تاقنين فتح مكادة بديبوها رمل بونا سميي اطبع نوا سميي سعي نوا سميي أورم نوا سميي مكو سوحة جيثاني كتبنات مقال باتاقن مجزوت عربا قال شوغا والوكالة تقاي نبي واسميي هذا وحن أصمينينا
لبا الرموت نبي ونقرعنا عليه الصلاة والسلام إيوه نعمة إيه قلدها بالنوغة إنا كحسوسنا حلي وحنصوم الري بيت كأن كنت وافكرين ويعدوا ونغفرين صنو ضعوانا نقول ما ذي سنيات وينفت النوغة إيزي إنا أن ميلان كقرنه تما أن كقرنه مرقة أن بلارنه أن بفكرنه ويحيوا اللقاء سوتكي عزة الله كيني قال واجبتي إن هذا حصول سوتو واحد أنجرت يعني نعمة دي أبالك كاقدم يقوش ألكو قرارت وحكمت هاي ومن الأعمال الصالحة ومن المحاسن سعيقا هذا ميشا يدقى حاطوري كتوري سان جمرات أسل كي زمحوها هؤلاء نبي الله إبراهيم سميي أم إسماعيل سامي سيبا لدبتا غيهاي وكيدجي ابن عباس الشيطان ترجمون وسنة أبيكم برا تتبعون إذن آثارتي يا تاريخ ذي إلا إلاليو حصوصتي أنبياء ذي إلهي قلدي سنة لحصوصته نبي أن لقول راعه حكم كاسا جرة أولي باقية هذي ماشي كبح هذي تياه يتقال إن لو قصي معناها سميشي كجرة أو ابن عباس وسن ديد دنين سنة نبتكو ديد دنيا هنا وحاولي كتقي سؤلي كواجب ماي لكن والله إيمان ومن السنة معناه سؤجي هذا وليا أفهم إنه جبئان بأوديدين ونو كمديا أو شرح بدن كمديين والله سبحانه وتعالى أعلم.